بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يعني نظرا ان انتوا طالعين من الميد تيرم بقى وبتاع المفروض تاخدوا اجازه، بس يلا ربنا معاكم. انتوا اخدتوا اجازه صح؟ السبت ما كانش عندكم. في ناس كانت شغاله عندها امتحان السبت واشتغلت الحق. فهمتوا كويس شويه. طيب النهارده حاجات بسيطه عشان ايه ما نضغطش عليكم كتير. هي كتبه بسيطه بس بنهايه السكشن كده بقت مش بسيطه خالص. يعني الحمد لله الناس بصراحه يعني فاقوا اللي انا كنت متوقعه بصراحه. اللي هو ايه؟ النهارده كنا عايزين نضيف حاجه بسيطه كده في الجي اي عن اللي احنا عملناه قبل كده، تمام؟ وكان امنيتي ان احنا نربط باللي فات يعني بدل برنامج الشاهد هو شغال في الترمال. خلاص؟ كنا حابين نعمل ايه؟ تمام؟ عايزين نعمل ايه؟ عملنا حاجه اسمها انتري زي التكست فيلد كده في الجافا اسمها انتري. خلاص؟ وعملنا بوتن كده ظريف كده اسمه سند. خلاص؟ ده عند الكلاينت. انا بقول لكم اللي احنا وصلنا له يعني. هقول لكم دلوقتي بدانا بايه؟ يعني كنا بادئين بحاجه بسيطه قوي ما كناش متوقعين ان احنا نوصل ليه، بس وصلنا لها يعني. ادي مين؟ ادي السيرفر برضه عنده نفس الحكايه، عنده انتري وعنده بوتن اسمه برضه سند. خلاص؟ وفي هنا برضه حاجه اسمها ايه؟ ليبل، بس ما بيبقاش ظاهر طبعا في الاول، بيبقى فاضي. وهنا نفس الحكايه ايه؟ ليبل بيبقى مش ظاهر فاضي. تمام؟ عشان نعمل ايه يا شباب؟ الانتري دي مكان تكتب فيه. كويس؟ زي التكست فيلد قلنا في الجافا، يعني مكان ممكن تيجي هنا وتكتب كلام. كويس؟ بعد ما تكتب الكلام ده هتضغط على سند، هيقوم ده متاخد، هقول لك برضه هنقول دلوقتي هيتاخد ازاي؟ ها؟ وينبعت. تمام؟ السيرفر هيستقبل هيطلعه فين؟ في الليبل، يعني التكست بتاع الليبل هيكون المسج اللي حصلها ريسيف من مين؟ من الكلاينت. واضحه دي ولا ايه؟ طيب نفس الكلام هيبدا السيرفر يكون عايز يرد، هيكتب كلام هنا ويضغط على سند، فيحصل ان السند ده يتاخد يحصل يظهر في الليبل. يبقى انا عندي حاجه بتاخد مني انبوت اللي هي الانتري، وحاجه بتطلع الاوتبوت بتاع يعني واحد بيكتب فيه هيعمل سند، واحد يظهر في عليه اللي هيحصل له ريسيف في الطرف الكلاينت وفي الطرف الايه؟ السيرفر. ده اللي احنا الحمد لله وصلنا له في الاخر يعني. تمام؟ بيفضل ان احنا نشتغل على برنامج الشات اللي كنا شغالين فيه ايه؟ ها؟ السريدز. ليه؟ هقول لك كمان شويه. عشان يبقى السند في سريد شغاله سند وفي سريد تانيه بتعمل ايه؟ ريسيف. عشان اقول لك دلوقتي انت محتاج ان الموضوع يبقى في شكل فانكشنز، عشان زي ما انتم فاكرين من المره اللي فاتت ان البوتن بيبقى فيه اوبشن كده اسمه ايه؟ كومن، تكتب اسم الفانكشن. ان انت لما تضغط على سند ايه؟ يسند. سند دي عباره عن ايه؟ فانكشن. فانكشن راكبه على سريد زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. كويس؟ تعال بقى نشوف الكلام ده بيحصل ازاي واحده واحده. احنا بدانا الاول بحاجات بسيطه خالص شرحناها في الاول، بعد ما طبقناها واحده واحده احنا وصلنا للحمد لله. اول حاجه اصلا هنسترجع كده ازاي نعمل نرسم الويندو كده تاني. تمام؟ فروم tkinter انجول اسود. خلاص؟ ضفنا كل الحاجات اللي في الايه؟ tkinter. وبعدين اول حاجه بنعملها بنكري الايه؟ الجي ار. فنسميها ايه مثلا؟ وليكن ويند. بتساوي ايه ويند؟ بتساوي اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ايه؟ tkinter k. خلاص؟ الكلاس ده احد اعضاء التي كي انتر باكج، هو جواها ممبر جواها. طيب كده احنا عملنا ايه؟ عملنا جي او. طب نديها ابعاد، هقول له وين دوت ها جيومتري. فكروني يا شباب ده ابعادها كام؟ دي ما بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، وليكن 300 في 400. خلي بالكم في اللي هي الاكس مش في اللي هي استك. طيب عايز اديلها تايتل مثلا، بقول وين دوت تايتل، واحط التايتل اللي انا عايزه يظهر في الويندو من فوق خالص، وليكن شاهد ودي اي حاجه. لقيت تسميه باسم مثلا، قلت له الكلاينت سايد او السيرفر سايد زي ما انتوا عايزين. خلاص؟ يبقى احنا كده ايه؟ كريتنا جي اي وادينا لها ابعاد وادينا لها تايتل. خلاص؟ الحاجه الجديده اللي احنا ما اخدناهاش المره اللي فاتت ان احنا الانتري دي اللي هي الجزء اللي بيتحط بيستقبل تكست. كويس؟ ها؟ ازاي اعمل انتري؟ بمنتهى البساطه اسميها اي اس وليكن اي ان بيساوي في كلاس اسمه ايه؟
اي حاجه جوه الويندو لازم اقول مين الاول. اسم الويندو اللي هيظهر فيها هي مين؟ ويندو. خلاص. طيب ايه الاوبشنز الثانيه؟ قال لك ممكن تديله العرض خلاص الويندز يعني. طب الهايت مش عايز اسالك، لا ما فيش اوبشن هايت. وليكن حل الويندز مثلا 100 تمام. كان انا رسمت انتري. ايه الانتري دي يا جماعه؟ هي ما تكافئ التكست فيلد في الجافا. طيب كده انا عملتها بس ما حطيتهاش فين؟ في الجي او ار. لازم احط لها بوزيشن معين. فقول لي بقى اي ام دوت خلاص. احطها في ايه؟ ابدا اقول بقى الكول مثلا وليكن واحد، والرو وليكن برضه واحد مش فاهم. يبقى احطها في الكول الاول في الصف الاول. دي انتري على طول. طيب جميل قوي. بعد ما عملنا الانتري عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل بوتون تمام؟ بس قبل ما نعمل البوتون بقى يعني كنا عايزين مثلا نعمل فانكشن خلاص؟ الفانكشن دي لما نضغط على البوتون يظهر حاجه معينه، فكنا بدأنا بحاجه بسيطه كده قلنا ايه؟ قلنا مثلا ديفاين كليب خلاص؟ قلنا لما يضغط على البوتون نعمل اي حاجه، كنا في البدايه مثلا كنا مطلعين مسج بوكس. مسج بوكس دوت شو انفو خلاص؟ خلي بالكم مش عارف المره اللي فاتت قلنا الكلام ده ولا لا، بس المسج بوكس ليها اثنين تكست المفروض تبقى واخد بالك منهم. التكست بتاع التايتل ها والتكست بتاع البادي بتاع يعني ادي مسج بوكس اهي بيبقى لها تايتل اوكي وبيبقى لها بادي خلاص؟ فانت لما بتيجي تعملها بتعمل ايه؟ هتعمل حاجتين، تكتب هنا التايتل اللي هو هيظهر هنا وتكتب هنا البادي اللي هيظهر هنا خلاص؟ دي ايه يا جماعه اللي احنا عملناها؟ دي فانكشن بسيطه قوي. احنا في اول ما بدانا خالص شغل النهارده عملنا ده تمام، ان احنا لما نضغط على زرار يطلع لي مسج بوكس بس. طيب طبعا الانتري دي لحد دلوقتي مالهاش دور تمام. انا هقول لك دلوقتي عشان هنبني على دي، يعني بدانا بحاجه صغيره وبعدين طورنا فيها واحده واحده. بعد كده عملنا البوتون بيساوي الفانكشن اسمه او الكلاس اسمه بوتون، وهنظهر ده في الويل خلاص. البوتون ايه الاوبشنز بتاعته؟ الويدز طبعا ثلاثة والهايت واحد خلاص؟ مش مهم الكلام ده ماشي. في تكست صح؟ لا كان اسمه ايه؟ اللي هو النص اللي هيظهر صح تكست؟ فكنا احنا عملنا التك ماشي، قال لي تكست بيساوي مثلا كليك اي حاجة خلاص؟ اهم اوبشن بقى هتكون تحت في سطر المعلومات اللي هو مين؟ الكومن نخليه بيساوي مين بقى؟ كليك. هنسميها كليك. لازم احط القوسين في الامر. هو في حاجتين، في حاجه اسمها ريفرنس للفانكشن وفي حاجه اسمها ان انت تستدعي الفانكشن على ما اتذكر، يعني انت ممكن ما تحطهاش. اصل في الجافا سكريبت انت كده انت بتكشف الفانكشن. في بعض الاحيان يعني انا مش بصراحه ما اعرفش فرق بينهم قوي، بس انا اعرف ان الرجل الاقواس ده ريفرنس للفانكشن. بس هي هنا كنا بنشتغل مثلا في الفانكشن على فكره، لكن لو كده بتعمل اكسكيوشن ليه كده بتعمل كل الفانكشن صح؟ تمام. لكن عايز بعد ريفرنس للفانكشن بس يبقى اسمها بس. حتى دي احنا عملناها في اللعبه، يعني لما جينا عملناها في اللعبه ما كناش بنحط اقواس. دي اول حاجه عملناها يا جماعه. ايه اللي بيحصل؟ احنا لحد دلوقتي ما شغلناش الايه؟ الانتري. بس انا قلت ايه؟ قلت لما اضغط على بوتون يظهر حاجه. فاول ما رنينا الجزء ده لما الجي اي طلعت ففي هنا البوتون اللي احنا اشتغلناه كليم. فاول ما يضغطوا عليه يظهر المسج بوكس اللي انت عاملها. واحده واحده قلنا ايه بقى؟ قلنا ايه رايكم لو خلينا مثلا نكتب في احنا عندنا هنا الانتري اهي، نكتب كلمه في الانتري نضغط على بوتون تظهر في الليبل. يبقى احنا كده ربطنا ثلاث حاجات ببعض اللي هما ايه؟ عندي انتري، يعني ايه انتري؟ يعني مكان اكتب فيه تكست زي التكست فيلد قلنا تاني اهو تمام؟ وعندي بوتون لما اضغط عليه يوم ياخد، ركز بقى في حته ياخد دي، ياخد التكست اللي اتكتب في مين؟ ها؟ في الانتري. هقول لك دلوقتي هعمله ازاي؟ وبعد كده يظهر في ايه؟ في ليه؟ كويس؟ طيب الكلام ده عملناه ازاي؟ هنكبر شويه الفانكشن. طبعا انتوا عرفتوا ان البوتون خلاص هيبقى مكتوب فيه نفس استدعاء نفس الفانكشن ده كده، بس هضيف بس على الفانكشن شويه حاجات. اولا مش محتاج المسج بوكس، لا انا هعمل حاجه تانية. اول حاجه هعملها يا شباب هعرف متغير اسمه ايه؟ اكس وليكن اكس خلاص؟ المتغير ده هعمل فيه ايه؟ هاخد هجت
اللي انت في مين دي اسمها ايه انتري صح الانتري بتاع معروفه اسمها ايه اي ان صح دوت بالصوت ده يا جماعه اللي اليوزر كتبه ركز بقى في الـ في الـ في الانتري اللي اسمها اي ان ديت انا اخدته فين فيكس طبعا ده مش هيحصل لما يحصل ايه كليك ده على مين على بطن حد فاهم حاجه تمام طيب شكلهم تايهين والله ما هو كله فوق يا بنتي ده مش فوق طب انت لو رجعت ورا هتشوف شايف حاجه بس ده في صدر شفاف يبقى احنا دلوقتي الكيبل اللي الراجل دخلها دلوقتي موجوده فين في اكس طيب وبعدين عايز اخد الاكس دي اطلعها فين في ليبل تمام اكلت الليبل الاول ممكن اكلت فوق على فكره عادي مش مشكله يعني ممكن يقول ايه بلاش نخلي لك نكريت هنا بس انا عايز اعمله ايه عشان بس الناس ما تقولش ايه ده لازم نكريت الفانكشن ده مش لازم هات الفور مش مسطح يبقى انا بس عايز بقى خلي بالكم بقى انتوا فاهمين ان انا هكتب ده تكمل المهم اللي انا فوق قبل الفانكشن اعمل ايه الليبل تمام مظروف ايه هو انا مش محتاج احط اوبشن ثاني ليه؟ غيرت الفانكشن قلت كل مره هحترف واحد جديد كله صح كده؟ باللي احنا قايلينه ده هيبقى اوفر رايت هيبقى واحد جديد خالص هيبقى اوفر رايت طب ليه طيب يعني؟ ممكن نعمل واحد جديد بس استنى طبعا تمام يبقى المفروض ال بي ده هقول لك دلوقتي نعمل ايه عشان نخليه يكمل يعني هو مش عايز بيقول لي هو كل ما نكتب كلمه هيكمل كلمه جديد لا الفانكشن انت لو حاطط جوه الفانكشن اه صح عندك حق بس البوزيشن بقى يختلف ما هو البوزيشن هنطلب عنه فيكسد هو هيبقى في سهل كده اروح ازود عملنا دايناميك انتوا فاهمين هو بيقول ايه؟ هو تعالى نسمع احسن احنا عندنا انت هنكتب فيها كلام صح؟ وعندنا بوتون هنضغط عليه صح؟ وعندنا ليبل هيظهر فيه بينكتب هنا يتحط هنا طبعا ملوش فايده دلوقتي بس لما نخش كمان شويه هنعرف احنا بنعمل ده ليه اصلا شانس بيقول ايه؟ بيقول لي لو انت عرفت اللي جوه الفانكشن هيتعرف كل شويه ها؟ يعني كل ما تضغط تكتب تضغط هيبقى في ليبل اتعرف جديد صح؟ لو انت بقى عايز تكتب حاجات بتظهر كلها تحت بعض ودي برضه هنعوزها في الشات تمام؟ هتضطر ان انت تخلي مثلا الرو بتاعك متغير. هي دايما كل ما يكون فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ مش احنا يا جماعه في بوزيشن معين نحط فيه ليبل اللي هو مثلا بنديله بنقول له ال بي دوت جريد صح؟ وكولوم بيساوي كذا ورو بيساوي كذا صح؟ لو احنا حتى لو كان جوه الفانكشن مهندس لما تضغط على البوتون هيظهر في نفس المكان فهيكون اوفر رايت عليه واضح؟ فانت لو انت بقى عايز كل ما يعمل حاجه يضيفها في ليبل جديد ها ممكن تخليه في نفس الكولوم صح؟ يعني تقول مثلا الكولوم كام؟ واحد اي حاجه بس تخلي الاوضه مين مثلا؟ واي دي كل شويه بتزيد بكام؟ طيب هنعرف خليها جلوبال بقى فوق هعرفها فوق خالص صح؟ خليها ليبل واحد وكل شويه نازل عليه بيغير عليه؟ بيغير عليها الجوده دي بيضيف؟ بيضيف عليه مش عارف دي هتعمل ازاي اولا؟ ممكن اعمل زي كونكاتينيشن مثلا؟ طب هيضيف على نفس السطر ولا ينزل سطر جديد؟ ما اعرفش دي صراحه هتعمل ازاي؟ ما اعرفش ما بجيبش عليك فاهمني؟ هنجرب مع الولاد احنا هنعمل ما تعملش دلوقتي انا بس انا عايز اوصلك لمستوى معين خلاص ركز يا طيب احنا عملنا دلوقتي ها بس انا اهو عملنا كلمتنا انت وكلمتنا تمام وعايزين دلوقتي نعمل ايه؟ نكلم ليبل كل ما تكتب كلمه مثلا ويلكم هنا تضغط هنا مثلا كليك انا بسميه كليك اضغط عليه كلمه ويلكم فيه في ايه؟ تيجي خلي دلوقتي ده خلاص فالفانكشن بقى اسمها كليك دي شكلها عامل ازاي دلوقتي بالراحه منتهي الامر اول حاجه هقول له اكس بتساوي يا جماعه دي اسمها ايه طبعا فاهم شويه اسمها ايه ان اسم انت ايه ان جت جت خلاص بقى معايا التكست بتاعها موجود في اكس خلاص عرف كده اذا ما عرف ايه صح ومش عامل له تكست خلي بالك يعني لما عرفناه ما حطناش فيه تكست يعني ايه دلوقتي؟ يعني ليبل موجود بس مش مرئي. فاهمين؟ زي ما كنا عاملين البوتون في التيك تاك توي وفي الاول خالص اللعبه ما حدش ضغط اي زرار فالزرار كلها ايه؟ فاضيه. كويس؟ ف
فايه رايك لو قلنا مين اللي بي؟ مين اللي بي؟ ليه واللي معاه فوق تمام؟ اكتب معايا تكس بي يساوي اكس بس كده. يبقى انت بتقول ايه؟ بتقول انت عارف الليه واللي انت معرفه اللي اسمه مين اللي بي؟ اه عارف الفانكشن اللي اسمه تكس؟ اه ماله؟ قال لي بيساوي ايه؟ اكس. فمجرد انت تكتب كلمه هنا تمام؟ الكلمه دي لما تضغط على زرار هتتداخل ها تحط مين؟ في اكس ويروح يخلي الليبل اللي هو دلوقتي فاضي ها التكست بتاعه يبقى مين؟ يبقى اكس. يبقى لما تضغط هنا الكلمه اللي كتبت هنا دي اتكتبت خلصت كده. دي كانت حاجه بسيطه عملناها في الاول بس عشان الناس ما ايه؟ ما تتخضش من اي حاجه احنا بنعملها ده كله بسيط جدا. انتري بسيطه جدا بوتن وليبل في الاول ملوش تكست والفانكشن لما يضغط هيظهر التكست بس خلاص تمام؟ لما وصلنا دي يعني قلنا بقى ايه بدانا نطمع شويه تمام. قلنا ايه؟ قلنا احنا عملنا قبل كده برنامج شات صح. الشات بيعمل ايه يعني؟ الشات ده لما بنكتب في التيرمينال فايه رايك لو شلنا التيرمينال ها وحطينا ايه؟ ايه قولوا معايا انتري صح. يبقى بدل ما الراجل يكتب في الايه ها في التيرمينال هيكتب في مين؟ في الانتري. وبدل ما كنت بتستخدم فانكشن اسمها ايه؟ انبوت. عشان الانبوت دي تاخد من اليوزر في التيرمينال فاكرين ولا ايه؟ مش كانت بتاخد بالانبوت وبعد كده سن؟ لا بدل ما تاخد بالانبوت خد بمين؟ رايت بجد من الانتري. يبقى اكس ده يا جماعه ها لما اضغط على خلي بقى البوتر هيبقى اسمه ايه دلوقتي بقى في الشات؟ اسمه ايه؟ سن كويس؟ وانت عندك لما لو تفتكروا في الثريدز ها عملنا فانكشن او ثريد يعني فانكشن راكب فوق ثريد وظيفتها بس تسن وواحده ثانيه وظيفتها ايه؟ تريسيف لو تفتكروا يعني. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هكتب الكلام اللي انا عايز ابعته للطرف الثاني في الشات في مين؟ في انت. واضغط على مين؟ على البوتن اسمه سن صح؟ بخلي اسمه سن طبعا. الفانكشن اللي هيتم استدعائها في الكومند بتاع سن هي الفانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت السن اللي انا عاملها في ثريد فاكرين ولا ايه؟ تمام؟ طيب لما يحصل بقى ان انت بعت كده الطرف الثاني بقى هتعمل جي اي فاكر في الطرف الثاني. الطرف الثاني هتعمل فيه ايه؟ هيريسيف عنه منك عادي خالص زي قبل كده تمام؟ بس بعد ما كان بيريسيف فاكرين كان بيعمل ايه؟ لما كان مثلا لو لكم ده الكلاينت ده السيرفر كويس؟ لما السيرفر بيبعت الكلاينت بيستقبل فانكشن اسمها ريسيف خلاص؟ وبعد كان بيستقبل مثلا يقول لكم في متغير اكس وبعد كده يعمل له ايه؟ برنت طبعا بعد ما يعملوا انكود والكلام اللي فاهمينه ده. بدل ما انت هتبرنت في التيرمينال لا هتقول له ايه بقى؟ ها؟ حطه في مين؟ في الليبل. ازاي تحطه في الليبل؟ هتقول له اسم الليبل ايه؟ اللي بيه مثلا ها؟ تكست هيساوي مين؟ القيمه اللي انت استقبلتها. يبقى كده فعلا بدا مين يبعت؟ السيرفر بدا يبعت في الجي او اي عن طريق انتري وبوتون والراجل ده بدا يستقبل وبدا يحطه في ايه؟ في الليبل. بص بقى الطرف الثاني هيبدا يعمل ايه؟ الراجل الثاني هو كمان عنده ايه؟ انتري هيبدا يحط الكلام بتاعه في انتري بدل التيرمينال وبدل ما يضغط انتر هيتك ايه؟ سن ونفس اللي كان بيحصل هنا هيحصل هنا كده. يبقى خلاصه الكلام عايزين نعمل ايه؟ خلينا نبدا واحده بره ممكن نيجي نعمل جي اي في الكلاينت بس ايه رايكم؟ طبعا لو تنسوا في الاخر اخر سطر في البرنامج خلاص لازم يكون ايه؟ اسم الويندو دوت مين لوب عشان لو ما عملتهاش مش لاقي حاجه هتشتغل كويس؟ بمنتهى البساطه انا عايز من دلوقتي حالا تعملوا ايه؟ اعملوا الاول اللي هي اول حاجه دي ان هو يبقى بوتون وانتري ويضغط ياخد من يكتب كلام في الانتري يضغط كليك تظهر فين؟ في الليل. لو عملت دي ابدا بقى هديكم برنامج الشات دلوقتي انتوا عاملينه قبل كده بتاع الثريدز او لو مع حد فيكم نوزعه على الناس ونبدا نشتغل عليه ونضيف عليه بس جزء الجي يو اي خلاص؟ بحيث ان بدل ما كنت بكتب في التيرمينال هكتب في الانتري وبدل ما كنت باخد بالانبوت فانكشن هاخد بالجيت فانكشن هجيب من الانت وبدل ما كنت بضغط انتر عشان يبعت هضغط على سن وسن ديت يبقى الكوماند بتاعها الفانكشن بتاعت السن. ممكن نعمل طرف واحد بس الاول وبعد ما يعني مثلا ايه يكون واحد شغال من الجي اي والتاني شغال تيرمينال زي ما هو وليكن الكلاينت شغال جي اي والايه والسيرفر شغال تيرمينال نظبط دي الاول وبعد كده ننقل على السيرفر نظبط ايه الجي اي بتاعته بحيث ان احنا ان شاء الله الحمد لله 90% من الناس اللي مشوا في السكشن اللي فات عملوا ان الطرفين جي او اي وبيبعتوا بيستقبلوا في الجي او اي.
لو حد عنده اي استفسار تحت امره ده اللي انا هقوله، انتوا هتقولوا كتير. تمام، يلا توكل على الله.